بسم الله. شنو 19 صفر الاولى اجينا فين كنجي شي مدينه ما فيهاش البحر؟ اول حاجه كنفكر فيها هي شنو غندير باش نطلع على دوس. نمشي نجرب الويك بورد، هذه اول مره نجربو في باريس. مشينا سيرجي بونتواز بارك دو لوازير، خارج على باريس ب 20 كيلومتر. ساعه ديال اللعب باللوكاسيون ماتيريال 27 اورو. غادي نشرح لك شويه كيفاش كدوز سيسيون، مي انا كانت هذه رابع مره نجرب الويك بورد، اذا دزت ديريكت. صراحه اكتيفيتي باراسكولير واعره فيها الادرينالين ولاغليس، كيجرك الكابل فيتاس با مالو كتوا، خاصك تحاول لو ماكس تبقى اون ايكيليبر. درت غلط واحد، هو ما درتش لي زيتيرمون وما درتش لي زيشوفمون، وبقيت كندور كشر من ثلاثه الدورات وما كارتاحش وتحمست بزاف. مورا بغيت نجرب الديبار صوتي وانا واقف، كانت اول مره نديرها. قصد لا نديت مزيان، مي في ديك الجره حسيت بكتفي تجبد بزاف، فحال شي ديشيرور هي باش طلقش وطحش. جبت الربحه، حسيت فحال ميسكل تشرك، خرجت فحالي وبقيت كندير في الثلج سور بلاص. كانت اكسبيريونس زوينه، الويك بورد فيه دوزه واعره، ما كانش عليا زعما على الديبار صوتي، وكان خاصني ندير لي زيتيرمون.